صراخ الأطفال هنا في هذا المشفى بمحافظة تعز لا يكاد يتوقف، فهؤلاء الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد ويخضعون لعملية التنبيب الأنفي المعدي بهدف إيصال الطعام السائل إليهم. الحالة تجي لنا أكثر من 25 بالشهر 30، طبعا من سوء التغذية اللي هو الحاد، طبعا احنا نستقبل اللي هو سوء التغذية حاد. هذا المشهد الموجع بات يتكرر في عشرات المستشفيات والبيوت بسبب سوء التغذية الحاد التي يعاني منه أطفال اليمن، فبحسب منظمة يونيسف للطفولة فإن واحدا من 5 أطفال تحت سن 5 يعاني من سوء تغذية حاد بسبب الصراع الدائر في اليمن. اليمن بشكل عام يعاني، البلد بشكل عام، مشكلة سوء التغذية بسبب طبعا أكيد الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من 5 سنوات، ومشكلة الأمن الغذائي الآن هي سبب كبير في تعرض الأطفال لسوء التغذية والنساء الحوامل المرضعات. الوضع الاقتصادي المنهار الذي يعاني منه اليمن بسبب الصراع الممتد منذ سنوات بالإضافة إلى تبعات جائحة كورونا دفع هذا البلد إلى حافة المجاعة، حيث يناضل الآباء والأمهات لتوفير لقمة العيش لأطفالهم الذين يعانون في كثير من الحالات من سوء التغذية الحادة. بنتي هي تعبانة مرة، وفرحة قد أبيع قد بالغاز وأدوية هنا للمستشفى رقم بفر، والآن وأبوها مشاقي ما يقدر يشتغل، شفتوا بنتي بس هو تغذية ودوعتي له المهم دولة تغذية الحمد لله ما فيش حاجة، وأبوها المهم ما يستطيع يشتغل ما معش يعني عمل ولا أي مهنة. وكانت ولا تزال المنظمات الإنسانية في اليمن تطلق تحذيرات شديدة اللهجة من تفاقم الأوضاع في ظل العقبات التي تضعها الميليشيات الحوثية أمام وصول المساعدات خاصة الطبية. مين مهندس، العربية.